مرحبا يا أصحابي، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من برنامج مدرستي، حصة الرياضيات ماثماتيكس. أنا شمس بعلمكم هيدا المادة. أي ساعة ببلش برنامج مدرستي؟ هدي الساعة هلأ. تتذكروا أنه نحن عم نحكي عن الوقت وعن الساعة؟ أكيد، لأنه الساعة كتير منعوز أنه نتطلع عليها لنعرف هلأ شو لازم نعمل. مثلاً أي ساعة رح نتناول الفطور؟ What time we will have breakfast؟ أي ساعة رح نحضر ماتش الفوتبول؟ What time we will watch the football game؟ أو مثلاً أي ساعة رح نستيقظ؟ What time we will wake up؟ كتير مرات نستعمل الساعة، بتعرفوا؟ كرمال هيك أنا أهلي على عيد ميلادي جابوا لي هيدي الساعة، حلوة كتير وبحبها وبضل اطلع عليها. بعرف لما أكون بالمدرسة إنه بدق الجرس بعد 10 minutes، هيك بعرف إنه بعد 10 minutes بتخلص هيدي الحصة بتبلش حصة تانية. أو بعرف أي وقت لازم أرجع فيها على البيت وبضل اطلع عليها. لما في الصبح بتطلع هيك وبشوف إنه صار الوقت حتى استيقظ. الساعة كتير مهمة بحياتنا، منعوزها كتير ومنتطلع عليها. اليوم بحصتنا رح نتعلم أكتر كيف منقدر نعرف قديش الساعة، وكيف يعني إنه يكون عنا دقايق وثواني وساعة كاملة وساعات أكتر كمان. خليكن معنا بخلال هيدا الحصة واكتبوا كل الأشياء اللي رح نحكيها عندكن حتى ترجعولها دايما وما تنسوها أبدا. وهلأ خلينا نروح سوا لأول فقرة بحصتنا. Hey my friends, let me tell you how you skip numbers while you count. You say one, you say it out loud, you whisper the next in your heart. Let's skip count by two. Two, four, six, eight, ten, twelve, fourteen, sixteen, eighteen, twenty, twenty-two, twenty-four, twenty-six, twenty-eight, thirty. وهلأ رح نبدأ مع بعض بأول فقرة بحصتنا. رح نحكي فيها مثل ما اتفقنا عن الساعة، ورح نتعلم كيف ممكن نعرف قديش الساعة هلأ. تتذكروا أنا خبرتكم شوي بالحصة السابقة إنه الساعة فيها أرقام وفيها هيدول هيك الشخط الصغار يلي هن بيدلونا على عدد الدقائق المينتس. وعملنا بعض الأنشطة لنشوف بأقل من دقيقة أو بأكتر من دقيقة شو فينا نعمل. نفس الشيء اليوم رح خبركن أشياء أكتر عن هيدا الساعة كيف ممكن إنه نعرفها، ورح أذكركن ببعض المعلومات. أول شيء إذا بتلاحظوا إنه الأرقام الموجودين على الساعة هن من 1 لـ 12، لأنه النهار بيكون من 12 ساعة والليل من 12 ساعة تانيين. كرمال هيك بنقول الساعة الثانية بعد الظهر أو الساعة الثانية ليلاً. يعني في اثنين مرتين فينا نقول الساعة ثلاثة. الساعة ثلاثة لما يكون بعده ضوء بعد الظهر، وساعة ثلاثة لما يكون بالليل من بعد 12 بالليل. منشان هيك في كلمتين مهمين منقولهم، رح اكتبهم وفرجيكم اياهم، هن AM و PM. AM و PM. AM يعني قبل الظهر، يعني لما يكون بالنهار منقول صارت الساعة It's 2 AM. بس لما نقول AM يعني بلش النهار، بتكون بعدها معتمة، مش لما يكون في ضوء بالسما. يعني من بعد 12 بالليل بنصير نقول 1 AM 2 AM 3 AM 4 AM 5 6 AM 7 AM من فيق نستيقظ مثلا، أو 6 AM نستيقظ، أو 8 AM. كل الـ AM يعني نحن بلش النهار بس بالليل كان عتمة، والنهار كله بنسميه AM لحد ما تصير الساعة 12.
وقتها تصير الساعة 12 ونتناول الغذاء الغداء منبلش نقول بي ام afternoon بعد الظهر منقول 1 بي ام 2 بي ام 3 بي ام بي ام يعني بعد الظهر يعني بلش الدوام تبع ال 12 ساعة تبع الليل اوكي يعني تبع بعد ما خلص النهار كأنه من بعد الظهر منكمل 4 بي ام 5 بي ام 6 بي ام 8 بي ام نحن مننام او 9 بي ام مننام 10 بي ام 11 بي ام بنرجع شو 12 اي ام هيك بتصير تمشي الساعة وبنرجع منعيد اوكي وانتبهوا انه على الساعة في عنا عقارب اساسية يلي هن بنسميهم هاندز هاندز مش هاندز يعني ايدينا كأنه عم نقول انه في هون ايدتين كأنه على الساعة بنسميهم هاندز الهاند تبع الاور والهاند تبع المينت القصير هو اللي بدلنا قديش الساعة والطويل هو اللي بدلنا قديش كم دقيقة مثلا هون هلا اذا بتطلع الساعة قديش الساعة 10 اوكي هلا هيدا العقرب الصغير على العشرة it's 10 اوكي وبعدين هيدا بيقول لي هون مثلا 10 دقائق وهيدا بيقول لي الساعة 10 و10 دقائق كيف عرفنا هون منعد هيك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كل وحدة من هون فيها 5 minutes 5 دقائق يعني بيطلعوا 10 اوكي دائما 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 اذا كان عقرب الكبير على ال 12 هيك يعني بتكون الساعة على القد ما في دقايق زيادة ولا ناقص الساعة 10 على القد It's 10 o'clock منقول إذا شلنا العقرب الصغير عن العشرة وحطيناه على السبعة منقول It is 7 o'clock سبعة على القد أكيد بدنا نقول إذا AM أو PM حسب إذا نحن بالليل أو بالنهار إذا حطينا العقرب مثلاً على الأربعة العقرب الصغير والعقرب الكبير دايماً على 12 فوق يعني it's 4 o'clock منقول الساعة 4 على القد أوكي؟ دايماً العقرب الصغير هو اللي بدلنا على قديش الساعة والعقرب الكبير هو اللي بدلنا على عدد الدقائق هيدول معلومات كتير مهمة بخلونا نعرف قديش الساعة يعني نتطلع ومنشوف انه هلا الساعة 4 صار لازم اخذ قيلولة او هلا الساعة 6 لازم استحم I should take a shower It's 6 o'clock I should take a shower It is 11 o'clock شوفوا الساعة 11 It's 11 o'clock I should sleep أو I should go to the market It is 3 o'clock I should go home لازم نروح على البيت وهيك دايما لما يكون هيدا العقرب على ال 12 يعني منقول o'clock منقول على القد منقول 3 4 5 حسب وين هيدا موجود O'clock. يعني ما في دقايق زيادة ولا دقايق ناقصة اتفقنا؟ إذا كان أكتر منعد كم دقيقة هون منقول مثلا ودقيقة ودقيقتين وثلاث دقايق رح أعطيكم هلأ مثال ساعة ثلاثة ساعة ثلاثة وكم دقيقة؟ 1 2 3 4 5 6 7 It's 3 7 ثلاثة وسبع دقايق أوكي؟ إذا كان أكتر منعد كم دقيقة عنا وإذا كان قبل منقول past يعني بعد بدها هل قد الدقايق حتى تصير ثلاثة أوكي هو اللي بنتعلمون بعدين بس حتى تكونوا عارفين لكن ما تنسوا أنه AM و PM ضروري نعرف بأي وقت من النهار
ودايما العقرب الصغير هو بيدلني على الساعة، والعقرب الكبير هو بيدلني على الدقائق. وإذا كان العقرب الكبير على الـ 12 يعني منقول أوكلوك، بتكون الساعة على القد. اتفقنا؟ اكتبوا هيدي المعلومات عندكم وتابعوا معنا لنروح سوا للفقرة اللي جاية. هلأ كمان رح يكون عنا تمارين لحتى نتدرب ونعرف قديش الساعة. هون تايم ورك شيت، يعني هيدي الورقة مثل تطبيق لنعرف الوقت. write down the time يعني اكتب الوقت. كيف منعرف؟ أول شيء رح نشوف إنه في عدة أشكال من الساعات، ما بيأثر علينا الشكل، يمكن تكون ساعة بالإيد، يمكن تكون منبه، يمكن تكون ساعة على الحيط، يمكن تكون ساعة حدا في برواز صورة، ما بيهم، مهم الساعة نفسها اقدر اطلع عليها. كلهم اذا كانوا انالوج كلوك بيكونوا مثل بعضهم، يعني في عقرب صغير وعقرب كبير. العقرب الصغير هو اللي بيقول لي قديش الساعة، والعقرب الكبير هو يلي بيقول لي عدد الدقائق. اول ساعة بتطلع على العقرب الصغير وبشوف انه هو جاي صوب 3، والعقرب الكبير على الـ 12، ونحن قلنا انه دايما العقرب الكبير لما يكون على الـ 12 يعني هيدا الساعة ما في دقايق زيادة ولا دقايق ناقصة، منقول it is 3 o'clock. 3 o'clock. اوكي 3 o'clock دايما ساعة 3. ليش؟ كيف عرفت انه 3؟ لانه العقرب الصغير عم بيدلني على الـ 3 والعقرب الكبير جاي على الـ 12. write down the time كمان نطلع على العقارب. اكيد انا قلت لكم انه في عقرب هيك رفيع وبيمشي كتير بسرعه، هداك بعدين نتعلم عنه، بس هولي الهاندز ما تنسوا انه بنسميهم هاندز، the minute hand and the hour hand، هيدول مهمين لازم نعرفهم. العقرب الصغير رايح صوب الفايف يعني بنقول اتس فايف، والعقرب الكبير رايح صوب 12 يعني منقول 5 o'clock. 5 o'clock. الساعة الثالثة، الساعة الخامسة. إذا كان هون في ضوء بتكون الساعة 3 بعد الظهر يعني PM، وإذا كان بالليل نحن ونايمين بتكون الساعة 3 AM. وهون إذا كان هلأ الفجر لما بدنا نصحى منقول it's 5 a.m. اوكي p.m. يعني بعد الظهر، والam يعني الفجر. كمان منكمل هون، شوفوا بهالصورة مبين شوي العقرب تبع الثواني يلي هو بيمرق بيبرم بسرعة. write down the time. كمان هون الخمسة جاي عليها العقرب الصغير، وال12 جاي عليها العقرب الكبير، يعني كمان it's 5 o'clock. 5 o'clock. بس كمان هون لأنه AM الفجر يعني وجه الصبح، هون 5 PM بدنا نروح ناخد شاور لأنه جينا على البيت من المدرسة وتغدينا درسنا شوي وهلأ صار الوقت حتى ناخد شاور، بتكون 5 PM. بس لما بدنا نستيقظ الصبح أو بعد في شوي صغيرة حتى نستيقظ بتكون 5 AM. شوفوا هون في عندي العقرب الصغير على الستة والعقرب الكبير على الـ 12 يعني الساعة 6 على القد، بنكتب 6 o'clock. إذا كان المساء وخلصنا دروسنا وتحممنا وكل شيء بتكون PM، وإذا كان الصبح بدنا نستيقظ بتكون AM. كمان هون نطلع ونشوف انه العقرب الصغير موجود على الـ 7 والعقرب الكبير على الـ 12 يعني it's 7 o'clock. فيها تكون 7 a.m.
لما بدنا نستيقظ الصبح او لما بدنا نروح على المدرسه، فيها تكون 7 بي ام لما بدنا نتناول العشاء وننام. واخر وحده، العقرب الصغير موجود على 9 والعقرب الكبير على 12، يعني اتس 9 o'clock. الساعة 9 فيها تكون صباحا نحن وبالمدرسة، أو نحن ورايحين على رحلة. فيها تكون ليلا يعني بي ام لما نكون فتنا حتى ننام أو بدنا نفوت ننام. فإذا هيدي طريقة كتير سهلة حتى تعرفوا قديش الساعة. دايما بنطلع على الهاند تبع الاور يلي هي بتفرجيني قديش الساعة، والهاند تبع المينتس تنشوف إذا هي موجودة على الـ 12 منقول أوكلوك، يعني هي الساعة على القد، ما في دقايق زيادة ولا دقايق ناقص. هلأ أنا وياكم رح نروح على آخر فقرة بحصتنا لليوم، خليكن معنا. It is 3 o'clock p.m. I come back from school. It is 4 o'clock p.m. I study and do my homework. It is 5 o'clock p.m. I watch TV. It is 7 o'clock p.m. I take a shower. It is 8 o'clock p.m. I go to bed. وصلنا لآخر فقرة بحصتنا لليوم. بهذه الفقرة كمان رح نعمل تمارين على اللوح حتى نتعود ونصير سريعين ونعرف قديش الساعة بسرعة. بس هيدا المرة هيدا التمرين بيشبه يلي عملناه قبل شوي، بس بدي اياكم انتو تحلوه وانا رح اعطيكم ارجع الجواب لحتى تشوفوا اذا جاوبتوا صح. كمان بدي اشجعكم انه انتو ترسموا الساعات، ورح اذكركم كيف منرسمها للساعة. منحط فيها، لاحظوا، منحط فيها هون وحده، وحده مقابله تحت، وحده هون، وحده هون، كانه قسمناها لاربع اقسام، وبيناتهم بنصير نحط 2، هون 2، وهون 2، وهون 2، يعني كلهم سوا بيكونوا 12 شخطه هيك صغيره لحتى نحط عليهم ارقام الساعات. ومنبلش من الواحد من هون، اكيد فوق 12 وتحت 6، وبيناتهم في 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و12 فوق، كلهم مثل بعض. في بعض الساعات بتطلع عليهم ما بيكون مكتوبين الأرقام، بس نحنا منعرف هيدا شو، هيدا شو، هيدا شو، حتى لو مش مكتوبين. بس انتو هل اكتبون لحتى تصيروا تحفظون منيح، وهيك بتصيروا تعرفوا تقروا الساعات حتى يلي ما فيها أرقام. خلينا نبدأ مثل ما اتفقنا، انه نحنا دايما منحط منتطلع على الهاند تبع الاور والهاند تبع المينتس. هيدا العقرب يلي بيعطيني الساعة بتطلع عليه لأعرف قديش الساعة، والعقرب الكبير تبع الدقايق بيقول لي كم دقيقة فيه. وبما انه العقرب موجود على 12 معناتها الساعة هي ما في دقايق زيادة ولا نقص الساعة على القد. It's 5 o'clock. 5 o'clock. كيف عرفت؟ العقرب الصغير موجود على الفايف والعقرب الكبير على الـ 12، يعني 5 o'clock. بي ام او اي ام انتو بتقرروا حسب الاكتيفيتي اللي بدكم تعملوها. اذا كنتوا رح تستيقظوا صباحا بتكون اي ام، واذا كنتوا بعد الظهر رجعتوا من المدرسة وخلصتوا درس مثلا او عم تدرسوا بتكون بي ام. انتو احذروا قديش هيدي الساعة؟ طلعوا على عقرب الساعة وعقرب الدقائق، الـ hour hand والـ minutes hand، 2 o'clock. مظبوط 2 o'clock، صحيح 2 o'clock. برافو يا شاطرين. يلي بعدها كمان انتو احذروا، شوفوا وين العقرب الصغير،
شوفوا مين العقرب الكبير. 4 o'clock. 4 o'clock. Look. العقرب الصغير على 12 والعقرب الكبير على 12 جايين هيك فوق بعضهم. شو بتكون الساعة؟ 12 o'clock. مزبوط. 12 o'clock. فيها تكون 12 a.m. يعني ليلاً، فيها تكون 12 p.m. يعني بعد الظهر، ظهراً إذا بتكون يعني ظهر وبتصير بعدين بعد الظهر. قديش الساعة هون؟ أنتوا احذروا كمان، شوفوا وين العقارب. هيدا شو؟ 3 يعني 3 o'clock. صحيح. كمان انتو بتقرروا اذا كانت PM او AM. قديش الساعة هون؟ شوفوا العقارب. 7 o'clock. قديش الساعة هون؟ شوفوا وين العقرب. هيدا شو؟ 11. 11 o'clock. وهون 6 o'clock. يعني الساعة 6 على القد. وآخر مثال 8 o'clock يعني الساعة 8. اكتبوا هيدي الأمثلة عندكم وفهمون كتير منيح، وهيك بتصيروا تعرفوا تقروا الساعة وتشوفوا قديش صارت هلأ. هلا يا اصحابي صار الوقت حتى تنتهي حصتنا لليوم. وقبل ما ودعكم بدي اذكركم انه فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحه الفيسبوك، العنوان اللي عم تشوفوه قدامكم على الشاشه www.facebook.com. بتفوتوا على صفحه اللي اسمها مدرستي 37 كيدز، واكيد رح نكون كثير فرحانين انه انتم تبعتوا لنا كل رسائلكم ومشاركتكم. وهلا رح ودعكم، بلتقي فيكم بحصه جديده. باي. Subtraction is to take away from a number. Subtraction is to remove, not to add. What do we get when we subtract? We get the difference. Yes, we get the difference. Subtraction is to take away from a number. Subtraction is to remove, not to add. The answer that we get when we subtract, the answer is the difference. Yes, it's the difference. Subtraction is to take away from a number. Subtraction is to remove, not to add.